طب دلوقتي انا دخلت الامتحان وحصلت على شهاده السي اف اتش كيو، ايه الادد فاليو اللي هحصل عليها لما احصل على شهاده السي اف اتش كيو؟ الحقيقه علشان اجاوب حضراتكم على السؤال ده انا محتاج اقسم كل الحاصلين على شهاده السي اف اتش كيو تو 3 مين كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني هم الفريش جراد، ودول بيمثلوا الشريحه الكبيره من الحاصلين على شهاده السي اف اتش كيو. اللي هم مين بقى الفريش جراد؟ اللي هم خريجين الكليات الطبيه اللي احنا قلنا عليها، سواء كانت كليه طب بشري، اسنان، علاج طبيعي، صيدله، كليه تمريض، فيت ميديسن اند ساينس، ومحتاج يعمل كارير شيفت ناحيه مجال جديد very promising زي مجال انفكشن كنترول وزي مجال الهيلث كير كواليتي، ويخليه الكارير باثوي بتاعه اللي هيكمل فيه بقيه حياته. وزي ما قلت لحضراتكم دول بيمثلوا الشريحه الكبيره، وغالبا بيكونوا في العشرينات من عمرهم. اما الكاتيجوري الثاني هم الحاصلين برضو على الكليات الطبيه، ولكن هو مش محتاج يعمل كارير شيفت، هو جاست هي سيكينج فور بروموشن، محتاج ياخد مانجيريال بوزيشن في المجال بتاعه، سواء بقى في كمل في مجال التمريض، في مجال الصيدله، الطب البشري، الاسنان، ويس سيكينج انه ياخد مانجيريال بوزيشن في المجال بتاعه. بما ان الجوده وتطبيق معايير الجوده بقت واحده من اهم الحاجات اللي بتميز الهيلث كير بروفيشنال، بما ان معظم المؤسسات الصحيه زي ار سيكينج ان هم ياخدوا الاكريديتيشن، فبالموضوع ما بقاش مقتصر على المستشفيات الخاصه بس، بقى شامل المستشفيات الحكوميه كمان، مع مشروع التامين الصحي الشامل اللي بادئ من اول بورسعيد وهيمر بكل المحافظات في مصر. فبقت دراسه الجوده حاجه بتميز الهيلث كير بروفيشنال عن غيره، وبتدي له الاوبورتيونيتي اند ذا تشانس فور بروموشن اند تو تيك مانجيريال بوزيشن. اما الكاتيجوري الثالث، ودول غالبا بيكونوا كبار شويه، ممكن تلاقي كونسلتنت اشتغل وعمل نفسه كارير باث في المجال بتاعه، فهو مش محتاج يعمل كارير شيفت ومش محتاج ياخد مانجيريال بوزيشن، ولكن هو محتاج يعمل مايند سيت. يعني انا افتكر احد الدارسين كان كونسلتنت في احدى المجالات، فانا بساله انت ليه بتدرس هيلث كير كواليتي؟ فقال لي والله انا حابب فكر الجوده، بحب اشوف الناس بتوع الجوده شكلهم حلو، بيتكلموا بطريقه كويسه، ليهم لانجويج خاصه بيهم، بيقولوا بقى امبروفمنت ابروتشز، بيرفورمانس امبروفمنت، كواليتي تولز، فانا حابب اتكلم اللانجويج بتاعتهم بس مش اكتر من كده، وبالتالي انا اقدر اغير المايند سيت بتاعي.